أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب، نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب، نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حياكم الله طلابي الأعزاء الصف الخامس ابتدائي ابن خلدون في الياسمين في مادة الاجتماعيات. طلابي نحن ما زلنا في مراجعة الوحدات، وحدات الكتاب، وصلنا إلى الوحدة السادسة وهي بعنوان الأنشطة الاقتصادية. عندنا درسان في هذه الوحدة: الزراعة والرعي والصناعة والتجارة الخدمات. طيب، الدرس العاشر الزراعة والرعي، والآن نحن في الصفحة 64 من الكتاب. طيب، الزراعة والرعي، في هذا الدرس سوف نتعلم ونتعرف على أهم الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، ثم أهمية الزراعة وأهم المحاصيل الزراعية في وطني المملكة العربية السعودية، كذلك سوف نتعرف على أهمية الرعي في وطني. طيب، طبعا يمارس السكان أعمال وحرف في حياتهم اليومية مختلفة كثيرا جدا، وللبيئة تأثير في تحديد نوع النشاط الذي يمارسه الإنسان. فالآن يعني سوف نشاهد أهم الأنشطة الاقتصادية في وطن المملكة العربية السعودية، وهذه مهمة ونحفظها. ما هي أهم الأنشطة الاقتصادية؟ عندنا الزراعة، عندنا الرعي، الصناعة، التجارة، الخدمات، وصيد الأسماك. هذه كلها نسميها أنشطة اقتصادية أو أنشطة سكانية يقوم بها السكان، هي أعمال وحرف يقوم بها السكان في حياتهم اليومية. فهناك من يعمل في الزراعة، وهناك من يعمل في الرعي، وهناك من يعمل في الصناعة أو التجارة والخدمات، صيد الأسماك، الوظائف الحكومية الآن وغيرها. وكل نوع من أنواع هذه الأنشطة كما نشاهد صورة تعبر عن نوع هذا النشاط: الزراعة، الرعي، الصناعة، التجارة، والخدمات، وصيد الأسماك. طيب، إذا نحفظ أولاً، نحفظ أهم الأنشطة الاقتصادية. نقول أهم الأنشطة الاقتصادية: الزراعة، الرعي، الصناعة، التجارة، الخدمات، صيد الأسماك. الآن سوف نبدأ بالزراعة. طبعاً الزراعة تأتي في صدارة الأنشطة الاقتصادية للسكان، أي هي من أهم الأنشطة الاقتصادية ومن أقدمها، تأتي في الصدارة في المقدمة. قديما كان عدد كبير من السكان يعملون في الزراعة، طبعا ذلك قبل اكتشاف النفط، وقد اعتنى وطني المملكة العربية السعودية بهذه المهنة لكونها المصدر الغذائي للسكان. ما أهمية الزراعة؟ أنها مصدر غذائي للسكان من فواكه وحبوب وغيرها وخضروات وغيره. وقديما كان معظم السكان يعملون فيها، إلا أنه في السنوات الأخيرة طبعا انخفض عددهم انخفاضا كبيرا، وذلك بعد ظهور الزراعة الحديثة وهي الزراعة المتقدمة. إيش يعني الزراعة الحديثة المتقدمة؟ التي تعتمد على الأساليب العلمية والآلات الحديثة، فلم يعد هناك يعني الحاجة لعدد كبير من العمال لها، لأنه أصبح هناك في آلات وأساليب علمية حديثة متطورة، ذلك في إعداد الأرض والري وتشغيل العمال الوحيد. طيب، النشاط الأول: ما نتاج العناية بالزراعة في وطن المملكة العربية السعودية؟ ما نتاج العناية بالزراعة في وطن المملكة العربية السعودية؟ يعني ما هي نتيجة الاعتناء والاهتمام بالزراعة؟ ما هي الفائدة أو نتيجة ذلك؟ طبعا زيادة الانتاج الزراعي، زاد الانتاج الزراعي، وأيضا تحقيق النمو الاقتصادي. ب. يقرأ الطلبة العبارة ثم يجيبون: من عوامل نجاح الزراعة الأراضي الصالحة للزراعة توفر المياه، وجود الآلات الزراعية المتنوعة والمتطورة، والأيادي العاملة المدربة. السؤال ألف أو واحد: ما أهم مشكلة تواجه الزراعة في وطن المملكة العربية السعودية؟ ما أهم مشكلة تواجه الزراعة في وطن المملكة العربية السعودية؟ اثنين: في رأيك كيف تعالج المشكلة؟ طبعا أهم مشكلة قلة المياه، ما كيف تعالج؟ طبعا بتوفير مصادر متعددة للمياه. ننتقل للنشاط الثاني: يتأمل الطلبة الخريطة ويشاركون في كتابة المعلومات الآتية. واحد: أهم المحاصيل الزراعية في وطن المملكة العربية السعودية. من خلال الخريطة هذه
سوف نستخرج أهم المحاصيل الزراعية في وطن المملكة العربية السعودية، حيث أنه موجود في كل منطقة ما هي أنواع المحاصيل الزراعية الموجودة فيها لو دققنا فيها. ثم سوف نستخرج المناطق التي تتوافر فيها محاصيل كثيرة في وطن المملكة العربية السعودية، يعني أكثر مناطق فيها أكثر أنواع المحاصيل. ثم ثلاثة، يضع الطلب عنوانا للخريطة أو مفتاحا لها. طبعا هذه الخريطة ليس لها عنوان أو مفتاح، سوف نقوم بوضع عنوان ومفتاح للخريطة. واحد، أهم المحاصيل الزراعية في وطني طبعا التمور، الفواكه، الخضروات، القمح. المناطق التي تتوفر فيها محاصيل كثيرة في وطن المملكة العربية السعودية كما هو واضح في الخريطة: الرياض، القصيم، المدينة. يضع الطلب عنوانا للخريطة. نستطيع نقول أهم المحاصيل الزراعية في المملكة العربية السعودية. النشاط الثالث، طبعا في عندنا صورتين كما نشاهد، ألف وباء. ألف، أي من الصورتين تمثل النمط التقليدي للزراعة، أي من الصورتين تمثل النمط التقليدي للزراعة، يعني النمط القديم. هل هذه تمثل النمط القديم أم هذه؟ وأي النمطين يعطي إنتاجا وافرا أكثر برأيك؟ طبعا أي من الصورتين تمثل النمط التقليدي للزراعة؟ باء واضحة. الصورة الثانية التي كانوا يستخدموا فيها الحيوانات في حراسة الأرض والعمل بها. وسؤال باء، أي النمطين يعطي إنتاجا وافرا أكثر؟ طبعا ألف، الصورة هذه لأنها تستخدم فيها الآلات الحديثة وأصبح هناك عناية أكثر وبالتالي هناك محصول وإنتاج أكثر. طيب ننتقل الآن لحرفة الرعي. طبعا ما زالت حرفة الرعي بمفهومها القديم، أي الانتقال والترحال بحثا عن الماء والعشب، قائمة ولكنها آخذة في التراجع بسبب تدهور المرايا الطبيعية، أي قلة غطاء النبات. يعني قديما كان العاملين بحرفة الرعي عددهم كبير جدا، والرعي قديما كان معروف يعني عبارة عن انتقال وترحال من مكان لآخر. الذي يعمل في الرعي أو عنده حيوانات دائما يتنقل من مكان لآخر ليبحث عن ماء وعشب تتغذى عليه الحيوانات. هذه الحرفة بهذه المفهوم القديم يعني الآن قليلة وقل الاهتمام والعمل بها بسبب طبعا قلة المراعي وقلة الغطاء النباتي، وأيضا لسبب آخر، هناك استقرار السكان. قديما كان أغلب السكان عبارة عن بدو يسكنون الخيام وفي الصحراء، أما الآن السكان استقروا في بيوت وأحياء ومدن وقرى صغيرة وغيرها، وأيضا لظهور أنشطة سكانية أخرى أكثر ربحا قل الاهتمام بالرعي. طيب النشاط الرابع، يحرص وطن المملكة العربية السعودية على تحسين بيئة الإنتاج الحيواني وفق الشروط البيطرية والصحية من خلال الرعي التجاري الذي تقوم به الشركات الزراعية. الآن هناك رعي تجاري، أي بدلا أن يكون هناك الرعي متنقل وتنقل مكان إلى آخر، يتم تربية الحيوانات كما نشاهد بالصورة الأولى في مزارع وحظائر وأماكن يعني مخصصة لها وثابتة مستقرة، ويقدم لها أعلاف وغذاء منتظم وباستمرار، وهناك عناية بيطرية بها. هذا اسمه الرعي التجاري، هذا الحديث. فأي من الصورتين تمثل النمط التقليدي لتربية الحيوانات؟ أي من الصورتين تمثل النمط التقليدي، يعني النمط القديم؟ وأي النمطين يعطي إنتاجا وافرا، الأولى أم الثانية؟ طبعا بالنسبة لألف، أي من الصورتين تمثل النمط التقليدي؟ أكيد الصورة باء. وأي النمطين يعطي إنتاجا وافرا؟ الصورة رقم ألف. انتقل للدرس الحادي عشر، والصناعة والتجارة والخدمات. في هذا الدرس نركز على أشياء بعض النقاط. مثلا بالنسبة للصناعة، تعريف الصناعة وفوائدها وأنواعها فقط. فالصناعة هي عملية تحويل المادة الخام الأولية، تحويل المادة الخام الأولية إن كانت زراعية أو حيوانية أو معدنية، من حالتها الأولية إلى منتج أكثر فائدة للإنسان، تحول البضائع والسلع. ماذا يعني هذا الكلام؟ تحويل المادة الخام، أي المادة الغير مصنعة. المادة الغير مصنعة اسمها مادة خام أو مادة أولية، يعني شيء غير مصنع. سوف نأخذ مثال لكي نفهم. مثلا الحليب، الحليب يعتبر مادة خام أولية، وهي طبعا من المنتجات الحيوانية، مادة خام. ماذا نصنع من الحليب؟ أو نحن سوف نقوم الآن بتحويل الحليب من هذه، من صورته الأولى وشكله الأول ويسمى مادة خام طبعا، إلى منتج، نحوله إلى منتج أكثر فائدة للإنسان، بضاعة وسلع. مثلا الحليب ماذا نصنع منه؟ ألبان، أجبان، الزبادي، الجبنة، اللبنة، يعني مشتقات كثيرة. فهذه الألبان والأجبان والزبادي واللبنة والجبنة وغيرها، هذه تسمى هذه العملية تسمى عملية صناعة، أي حولنا الحليب إلى منتج أكثر فائدة للإنسان، حولناه إلى
زبادي، حولناه إلى جبن، حولناه إلى لبن، حولناه إلى شيء منتجات أخرى. هذه العملية اسمها عملية الصناعة، هي عملية تحويل. كذلك المنتجات المعدنية، المعادن، عندما نصنع منها أشياء كثيرة للإنسان يستفيد منها، أثاث، أبواب، أشياء كثيرة جدا. طيب ما هي فوائد الصناعة؟ فوائد الصناعة، ماذا نستفيد من الصناعة؟ طيب نستفيد منها توفير ما يحتاج إليه السكان من المواد المختلفة، توفير فرص عمل كثيرة للسكان، الحصول على الأموال خلال بيع السلع وتسويقها، تحقيق تقدم اقتصادي للوطن. هذه هي فوائد الصناعة. طيب طبعا حتى تقوم الصناعة تحتاج إلى أشياء كثيرة نسميها مقومات الصناعة. أهم مقومات الصناعة، نحفظها أيضا هذه، أهم مقومات الصناعة عندنا المادة الخام، يعني كما ذكرنا في البداية المادة الخام أي المادة التي سوف نصنع منها أشياء ثانية. مثلا نحتاج إلى معدن حتى نصنع منه أشياء كثيرة نستفيد منها، أبواب، مثلا نوافذ، سيارات، كل شيء مصنوع من المعدن نحتاج إلى المادة الخام من المعدن. ذكرت أنا مثال الحليب يعتبر مادة خام نصنع منه أشياء كثيرة. طيب إذا نحتاج المادة الخام، أيضا مصادر للطاقة، مصادر الطاقة وهي ضرورية جدا، المصادر المتجددة أو المصادر المعروفة. أيضا نحتاج إلى رأس مال حتى تقوم الصناعة، تحتاج إلى رأس مال، وسائل النقل، الأسواق للبيع طبعا والبيع الإنتاج، وأيضا الخبرة الفنية هذه أيضا ضرورية. هذه كلها نسميها إيش؟ مقومات الصناعة، مقومات الصناعة، أي نحتاجها حتى تقوم الصناعة. طيب النشاط الأول، أي من الصورتين تمثل النمط التقليدي للصناعة، هذه أم هذه؟ النمط التقليدي، النمط القديم. أي النمطين يعطي إنتاجا وافرا، الأولى أم الثانية؟ أي النمطين أفضل ولماذا؟ طبعا ألف باء، جاب سؤال ألف، يعني أي صورتين تمثل النمط التقليدي؟ الصورة باء هذه. أي النمطين يعطي إنتاجا وافرا؟ طبعا ألف هذه. أي النمطين أفضل لماذا؟ ألف لأنها أسهل، تعتمد على الآلات وإنتاجها أكثر. أما أهم الصناعات في وطني، وهذه أيضا مهمة نحفظها، أهم الصناعات في وطني عندنا صناعات كثيرة. واحد، صناعة المعادن الثقيلة مثل الحديد والصلب مثلا. اثنين، صناعة المواد الغذائية مثل التمور والزيوت. صناعة الصناعات الخشبية مثل الأثاث والسفن. صناعة مواد البناء مثل الإسمنت والطوب والبلاط. صناعة المواد الكيميائية مثل الأدوية والطلاء والدهان والمنظفات وغيرها. صناعة النفط مثل تكرير النفط والبتروكيماويات. صناعة المنسوجات مثل السجاد وخيوط النسيج. الصناعات اليدوية مثل خياطة الأقمشة وصناعة الفخار. إذن هذه أهم الصناعات في وطننا، نحفظها، هذه مهمة. صناعة المعادن الثقيلة، صناعة المواد الغذائية، صناعة الخشبية، صناعة مواد البناء، صناعة المواد الكيميائية، صناعة النفط، صناعة المنسوجات، صناعة اليدوية، هذه أهم الصناعات في وطني المملكة العربية السعودية. نأتي لنشاط اثنين، يكمل الطلبة الفراغات بما يناسبها. ألف، لو كنت أمتلك مالا لأنشأت مصنعا أسميه فراغ وينتج هذا المصنع فراغ ليستفاد منه فيه فراغ. طبعا هذه تعتمد على الطالب، كل حسب رغبته. باء، أنا أحب فراغ وآكل مما فراغ في أرضه وألبس مما فراغ في مصانعه. طيب ما هي هذه الإجابات؟ سؤال باء، أنا أحب طبعا وطني وآكل مما يزرع في أرضه، يزرع في أرضه، وألبس مما يصنع في مصانعه. ننتقل للقسم الثاني من الدرس وهو التجارة. طبعا التجارة هي حركة البيع والشراء المختلف أنواع السلع المحلية والمستوردة، معروفة حركة بيع وشراء لمختلف أنواع السلع المحلية والمستوردة، هذه بالنسبة لتعريف التجارة. طيب نركز على أنواع التجارة. أنواع التجارة عندنا نوعين، تجارة داخلية وتجارة خارجية. ما هي التجارة الداخلية؟ هي بيع السلع والبضائع وشراؤها داخل الوطن، البيع والشراء داخل الوطن. مثلا واحد عنده مصنع في الرياض يقوم ببيع منتجاته مثلا إلى حائل، إلى تبوك، إلى مدينة، مكة، دمام، يعني داخل المملكة. بيع وشراء البضائع والسلع داخل الوطن، هذه تسمى داخلية. أما التجارة الخارجية، بيع وشراء السلع والبضائع بين الوطن ودول أخرى، يعني مثلا المملكة تصدر النفط لدول أخرى أمريكية، أجنبية، أوروبية إلى آخره، فهذه تسمى تجارة خارجية أي مع الدول الأخرى. فما هي أهم صادرات وواردات وطني؟ هذه نحفظها ونركز عليها. لو جانا سؤال، ما هي أهم صادرات وطني المملكة العربية السعودية؟
كلمة صادرات أي الأشياء أو البضائع أو المنتجات التي تبيعها المملكة، تصدرها أي تبيعها إلى الدول الأخرى. فنحن معروف عندنا في المملكة العربية السعودية أهم الصادرات يأتي في المرتبة الأولى النفط. النفط يأتي في المرتبة الأولى في الصادرات، أي في البيع، حيث تصدره المملكة إلى دول كثيرة جدا. إذن النفط خاما ومكررا، والتمور أيضا، والتمور يأتي في أيضا من أهم الصادرات، وبعض المنتجات المحلية. إذن أهم الصادرات المملكة نقول النفط والتمور والمنتجات المحلية، النفط والتمور والمنتجات المحلية، هذه الصادرات. أما الواردات هي عكس الصادرات، الواردات هي الأشياء التي نستوردها أي نشتريها من الخارج من الدول الأخرى، ومنها الآلات، وسائل النقل، الأجهزة الكهربائية، المواد الغذائية، هذه بعض الواردات للمملكة العربية السعودية. الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات. يعني أي دولة إذا كان قيمة الصادرات عندها أكثر، يعني تبيع وتصدر أكثر مما تشتري، فيكون الميزان التجاري عندها رابح، و يعني غير لا يخسر، رابح. طيب، فتحرص الحكومة والمملكة على أن تكون قيمة الصادرات أعلى من قيمة الواردات ليصبح الميزان التجاري في مصلحة الوطن. نشاط الثالث، يذكر الطلبة ثلاث سلع تصنع في وطن المملكة العربية السعودية تستعمل في الحياة اليومية. يكمل الطلبة الفراغ الآتي بما يناسبه، أفضل السلع الوطنية بسبب فراغ. طبعا من الصناعات، من السلع تصنع في وطني، الأثاث، السجاد، المواد الغذائية. أفضل السلع الوطنية بسبب أنها صنعت في وطني. باقي عندنا آخر فقرة وهي الخدمات. طبعا الخدمات تشمل الأنشطة في مجالات التعليم والصحة والنقل والترفيه. تشمل الأنشطة في مجالات التعليم والصحة والنقل والترفيه، وخدمات الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات والإدارة. هذه كلها تسمى خدمات تقوم الدولة بتوفيرها للناس المواطنين. نشاط أربعة، يحدد الطلبة وظيفتين من الوظائف الحكومية في كل من المدرسة والمستشفى. المدرسة عندنا المعلم، الحارس، المدير أي بصير أيضا، المستشفى مثلا الدكتور، الطبيب أو والممرض. طيب، وننتقل لتقييم الوحدة السادسة. السؤال الأول، يربط الطلبة بين المادة الخام في القائمة ألف وما يناسبها من المنتج الصناعي في القائمة باء باستعمال الأرقام. المادة الخام عندنا الأسماك، النحاس، الجلود، الحليب. باء حقائب المدرسية، التونة، وين الطبخ، الآيس كريم، الدهانات. طيب، الحقائب المدرسية يناسبها ثلاثة جلود، حيث يصنع من الجلود حقائب مدرسية. التونة رقم واحد، الأسماك، وين الطبخ، من النحاس، الآيس كريم، الحليب. السؤال الثاني، اختار الطلب الخيار الصحيح فيما يأتي. تأتي الزراعة في الصدارة بين الأجهزة الاجتماعية من السكان من الرياضية. العوامل نجاح الزراعة، الرمال، البحار، الأراضي الصالحة، من فوائد الصناعة، توفير فرص العمل، توفير مواد خام، توفير الأراضي. تأتي الزراعة في الصدارة بين طبعا الأجهزة السكانية. العوامل نجاح الزراعة، الأراضي الصالحة، ومن فوائد الصناعة، توفير فرص العمل. السؤال الثالث، يذكر الطلبة أربعة من أهم الأنشطة الاقتصادية التي يزولها السكان في المملكة: الصناعة، التجارة، الخدمات، الزراعة. السؤال الرابع، ما أبرز صادرات وطني المملكة العربية السعودية؟ النفط، التمور، المنتجات المحلية. السؤال الخامس، يسأل الطلبة ما في المجموعة ألف وما يناسبها من في المجموعة باء باستعمال الأرقام. في عندنا في المجموعة ألف التعليم، المادة الخام، التمور، التجارة. هنا البيع والشراء، من الصادرات، من مقومات الصناعة، من الخدمات. نصل بما يناسب. طبعا البيع والشراء، التجارة تسمى التجارة، حط رقم أربعة هنا. من الصادرات، التمور ثلاثة، مقومات الصناعة اثنين، المادة الخام، من الخدمات واحد، التعليم. يملأ الطلب الفراغات الآتي بالكلمات المناسبة: بيع السلع والبضائع وشراؤها داخل الوطن يسمى باء من فوائد الصناعة، توفير. جي من أهم عوامل نجاح الزراعة، فراغ. نأتي للأولى، بيع السلع والبضائع وشراؤها داخل الوطن يسمى تجارة داخلية. من فوائد الصناعة، توفير فرص العمل. من أهم عوامل نجاح الزراعة، الأراضي الصالحة للزراعة. السؤال السابع، يضع الطلب علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ألف كانت الزراعة،
في صدارة الأنشطة الاقتصادية للسكان قبل اكتشاف النفط. باء تحرص حكومة وطن المملكة العربية السعودية أن يكون قيمة الصادرات على أن تكون قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات. جيم تراجعت حرفة الرعي بسبب تدهور المراعي الطبيعية والصناعية تحويل المادة الخام الأولية المنتج أكثر فائدة للإنسان. نأتي إلى جملة ألف، كانت الزراعة في صدارة الأنشطة الاقتصادية للسكان قبل اكتشاف النفط، طبعا صح. باء تحرص حكومة وطن المملكة العربية السعودية على أن تكون قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات، خطأ. جيم تراجعت حرفة الرعي بسبب تدهور المراعي الطبيعية، صح. والصناعية تحويل المادة الخام الأولية إلى منتج أكثر فائدة للإنسان، أيضا صح. نقول هنا قد انتهينا من مراجعة الوحدة السادسة. أعزائي الطلاب، أتمنى لكم الفائدة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.